للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والسياسي التركي الأستاذ مصطفى أوزجان. مرحبا بك أستاذ مصطفى. وزير الخزانة والمالية التركي صرح بأن العلاقات أو الإصلاحات الاقتصادية ستكون أهم جزء في إطار السياسة التركية. هل وضحت ملامح تلك السياسة أستاذ مصطفى؟ طبعا التعامل مع العملة المحلية في التجارة البينية بين دول مختلفة أخرى وبين تركيا طبعا جذب استثمارات إلى تركيا، لذلك لا بد من الحصول للوفوق من المستثمرين. إذا تركيا تحتاج استثمارات داخلية وخارجية لذلك تسعى إليها، وأيضا كما هو أعلن أن تركيا تبحث عن الحلفاء الجدد. هذا البحث ربما يعود أمرها إلى 50 سنة الماضية من عصمة نونو إلى يومنا هذا. إذن علاقتنا على غير ما يرام مع الولايات المتحدة الأمريكية، التصور بين الفينة والأخرى في الفترات مختلفة. إذن تركيا لابد أن تغير وجهتها وأن تكون هناك نقلة نوعية في العلاقات التركية مع العالم، لذلك تقل تركيا علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما علمها إليه رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة. قال إنما هم لا تراعون مصالحنا فنحن نقول لهم مع السلامة. إذن يعني تركيا في مرحلة فك ارتباط أو تقليل الارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية الارتباط مع دول أخرى، دول البريكس طبعا روسيا والصين ومع بعض دول الاتحاد الأوروبي. أستاذ مصطفى، مع تعافي الليرة التركية اليوم يعني بحسب المراقبين، يعني إلى أي مدى الخطر زال؟ إلى حد كبير يعني طبعا سيكون هناك ربما بعض التقلبات، ولكن في نهاية المطاف لا يمكن أن يتقلب كل يوم طبعا سعر الليرة أو سعر الدولار، لابد أن تثبت يوما ما. إذا انحدرت قيمة الليرة التركية، ولكن مع الأيام تتعود الأسواق الداخلية والخارجية على تثبيت الوضع في المرحلة المعينة. إذا هذه التذبذبات أو التقلبات لها حدود، يعني يوما ما ستتثبت قيمة الليرة التركية. إذا يعني لابد أن تزول هذه المشكلة أو تزول هذه الأزمة مع الأيام. هذا سيثبتها الأيام المقبلة، لا شك من ذلك. إذا لا يمكن أن تستمر هذه الأزمة إلى ما لا نهاية له، وتركيا بلد كبير يصمد ويقوم على رجليه، وأيضا هناك حلفاء يؤيدون تركيا، ليس فقط تأييدا لتركيا لعيونها، ولكن أيضا لسياسات المتقلبة الأمريكية، سياسة متقلبة بالنسبة لترامب. ترامب نفسه متقلب. هناك اتصالات لا تنقطع من الجانب التركي بأطراف عديدة، تؤشر هذه الاتصالات ربما إلى تحالف جديد يلوح في الأفق. إلى أي مدى ترى أن روسيا وإيران تحديدا يمكن أن يخففوا من أثر العقوبات الأمريكية على تركيا؟ العقوبات مفروضة إذا على إيران وروسيا، هناك تضامن بين 3 دول تضرروا من العقوبات المفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران لا تستطيع أن تنفع نفسها لأنها يعني اقتصادها متدهور، كيف طبعا تساعد تركيا؟ ولكن إذا كانت هناك مساعدة معنوية لرفع المعنوية تركيا، وكذا روسيا نعتقد أن ليس لديها أرصدة صعيد من الأرصدة حتى تتكاثر مع تركيا أو تقدم لتركيا، ولكن الصين لديها أرصدة كبيرة جدا وألمانيا لديها أرصدة كثيرة جدا ربما يفيدان لتركيا. بالنسبة لروسيا وإيران طبعا دعمهم معنوي أكثر من الفعل، وبالنسبة لألمانيا والصين لديهم فائض من الأموال، يستطيعان
مساعدة تركيا. إذن إلى أي مدى يمكن أن تستفيد تركيا من التباين في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ طبعا الأوروبيون حتى مع الأزمة إيران يعني انشهار ترامب عن اتفاقية نووية مبرمة بين الطرفين أو بين أطراف عديدة مع إيران تنصرت طبعا إدارة ترامب عن هذه الاتفاقية، ولكن أوروبا دول أوروبا وغيرها رافضة لهذا التنصل من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ينطبق أيضا على تركيا، وهم إيطاليا وألمانيا وغيرهم لا يستغنون عن تركيا، لا يمكن الاستغناء عن تركيا، لذلك من مصلحة دعم تركيا وطبعا كف حد من غطرسة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تؤذي الجميع، تسيء للجميع وتضر للجميع حتى مع دول الاتحاد الأوروبي. إذن ترامب يتصرف كأنها مراحل ويضر لاقتصاد العالم ليس فقط لاقتصاد تركيا، لذلك لا بد من التضامن، وهناك إشارات أو مؤشرات على هذا التضامن من جانب ألمانيا إيطاليا وروسيا إيران وغيرها من الدول. إذن الولايات المتحدة الأمريكية أو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خطرة للجميع، لا يقتصر خطرها على تركيا فقط. إذن نحن في خندق واحد، في مركب واحد، إذا كانت يتزحزح تركيا تهتز تركيا، طبعا هذا سيكون مؤثرا سلبيا لدول أخرى مثل ألمانيا وغيرها، مدركون لذلك يتضامنون مع تركيا، وهذا يدل على أن سيكون هناك انفراج في الاقتصاد التركي، يتحصن تركيا بالدعم والتضامن الخارجي. من اسطنبول الكاتب السياسي التركي السيد مصطفى أوزجان، شكرا جزيلا لك.